هي المشكلة بصراحة كانت في الراندوم فيكتور برضه. بس هو انا يعني الحل اللي انا لقيته ممكن اقوم قافل السترينجز دي كده بزيرو بتاع الراندوم فيكتور نفسه، وامشي لقدام شوية وبعدها هقوم جاي فاتح ال strings نفسها تاني. مش عارف يمشي بالراحة ليه. طيب نروح ناخد ده cinema of the tag display tag level of details، اخليها 10 على امل بس انه يبقى اسرع من كده شويه. طيب نخليه برضو اسرع بس مش بالديسبلاي تاج. هروح لكله رايت كليك موجراف تاج موجراف كاش، هقول له بيك وهرجع له تاني بعد ما يخلص البيكنج. ده كده احنا عملنا البيكنج. طبعا عشان ما نقعدش نعمل او يبقى فيه انيميشن يفضل يتحسب كل شويه في الداينامكس، فاحنا عملنا البيكنج ده عشان يحسب الداينامكس مره واحده وما يبقاش فيه تقل في الحركه. لو نشطنا الراندوم فيكتور الدنيا بتتقل شويه، لكن الفكرة ان انا عايز اعمل كي فريم للراندوم افكتور، وبعد ما يعدي البلين افكتور يعني عند 80، مش 80 كمان يعني 100 هنقول 145، هاخد الكي فريم ده هاخده احطه هنا، همشي بتاع 10 فريمات واخلي السترينجز ب100. كده يبقى انا اتغلبت على مشكلة ان الاشواك دي تطلع من الراندوم. يعني الراندوم افكتور هو اللي بيعمل موضوع الاشواك ده. التريسر هخليه نون مؤقتا بس واخلي ده لينير، يعني بس عشان ما تبقاش الدنيا تقيله كده. مش هلاقي المشكله بتاعت الحاجات اللي كانت بتطلع دي، لكن هلاقي النويز هيحرك لي الحاجات دي. هنشوف دلوقتي هي تبقى مظبوطة. نشوف بقى زاوية الكاميرا بسرعة بسرعة بسرعة. لو عملنا ريندر نشوف بس الدنيا عاملة ازاي. احتمال نقلل في النويز. اعتقدش ان احنا هنقل. هنشوف الحتة دي لو لقيناها مظبوطة تبقى تمام، مفيش اي مشاكل. لا ما اعتقدش ان احنا هنقلل في النويز او نويز ايه اسف في الراندوم افكتور ولا حاجة. التريلز طالعة مظبوطة وطالعة تمام التمام. هي الأصح بصراحة إن أنت تعمل التريسر تخليه مثلا يعني كيوبيك، يعني عشان يعني يبقى ناعم شوية ونتفادى أي لخبطة. تعال بقى نخلي ليفل أوف ديتيلز بهاي ونخلي الديسبلاي بجراد شيدنج، لا جراد شيد
جورا تشيلينج و انهانسد اوبن جي ال. هو انا متهيألي في حاجه متقله الدنيا في البريفيرنسز، اعتقد ان انا كنت في الاوبن جي ال عامل انتي الياس، لا مش عامل انتي الياس، خليها لينير والموضوع يخف شويه. تمام، وفايل سيف رندر او بلاي. تصدقوا فعلا الموضوع خف شويه لما ظبطنا البريفيرنسز خليناها لينير. تمام، ممكن على فكرة نخلي التريسر 120 فريم والسيركل 1 يعني عشان نخف الدنيا شوية. الادابتف عايز اخليها بنان، اما اشوف بس كده هتأثر ولا مش هتأثر، لان انا كده كده مش هقرب اساسا من الخطوط دي، فممكن يكون فيها شوية تجاعيد بس كده كده مش هبان، فمش شطارة انك انت تفضل تزود في الديتيلز. تمام، عشان تقول لا انا كده شغلي احلى، لا انت كده شغلك مش احلى، انت كده عندك التايم هيزيد جدا في عمليه الريندر. تمام، وانت في غنى عن ده كله طالما مش هتقرب من الاوبجكت، والاوبجكت اساسا اوبجكت رفيع يعني مش هيبان اصلا. تمام، فمالوش لازمه ابدا انك انت تستهلك وقت في حاجه ملهاش لازمه. عايز اشوف اللقطه دي، شوف هل هنعدل مش هنعدل. ما اعتقدش ان هي محتاجه، ما اعتقدش ان هي محتاجه اي تعديل. نخلص بس الريندر وارجع. ادي الريندر، لكن ظهر لنا مشكله. المشكله دي هي انه ده عدى من الارض. طيب كونوا انه عدى من الارض دي مشكلة. لو رحنا هنا كده قربنا شوية تمام هنلاقيه فعلا عدى من الارض. وبصوا اصلا دي بقت عاملة ازاي، دي ليه بقى؟ عشان السيركل نفسها المفروض تبقى ادابتف، المفروض تبقى ادابتف. كده كده كويسه، لكن برضو معديه من الفلور، معديه من الفلور. ماشي، حلها في الاب ويند، حلها في الاب، في الاب ويند. هاخد الاب ويند دي واحطها، واحطها هنا بحيث انها ترفعهم لفوق شوية. بس اعتقد ان انا هشيل الكاش، اعتقد كده برضو والله اعلم ان انا هشيل الكاش. هتشوفها فعلا هتزقهم ولا لا؟ ما اعتقدش انها هتزقهم. هما فعلا ما تزقوش، هي باينه. لو شلت بقى يوز كاش دي كده هيبقى فيها كلام تاني. كده هيتزقوا لفوق، لان طبعا الكاش ده هو بيبقى مخزن، مخزن الحركه نفسها. تمام، فطالما اتخزنت خلاص اي تعديل على اي حاجة تخص الداينامكس مش هتحصل. طب ما في حاجة احسن من كده، لو انا رحت للبروجكت سيتنجز نفسه ورحت للداينامكس نفسها في الجنرال وخليت الجرافيتي ب10، جرافيتي ب10 والدنسيتي خليتها بنص، كده كل ده هيطلع لفوق. لو انا عملت كده هلاقي الموضوع بقى احسن شوية على فكرة. فعلا كده كله بدأ يطلع، كله بدأ يطلع لفوق اهو. تمام، واعتقد ان مشكلة ان الحاجات دي تخترق الفلور مش هتبقى موجودة. وبرضه هنشوفها في الفريم اللي عمل
المشكلة طبعا بقى يعني الدنيا الدنيا تقلت 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 يعني. طب نعمل كده توقيف عشوائي نزوم، مفيش حاجة معدية من الأرض ولا فيه؟ ياه ده بعيد قوي بعيد قوي، واستحالة يعني لو من الكاميرا وجينا عملنا ريندر نشوف كده الظروف. شوف كده الظروف والأخبار فيما إذا كانت كويسة ولا لأ. لا اعتقد انها كويسة جدا جدا يعني، حتى ممكن تستغل دي كديتيلز حتى يعني مش فارقة. لو احنا حتى عملنا كملنا تمام، غير كده كمان ممكن اروح للراندوم افكتور وخلي الانيميشن سبيد اخليها بخمسة مظبوط كده، والسكيل حتى بتاعها خليها مثلا 350، فيبقى الموضوع يعني مفرود شوية مفرود شوية. طبعا ما ننساش ان التريسر اساسا لو عملت دي كده تحفة، بس حلني حلني على ما يتعمل له ريندر. لكن على كل كلنا هنشوف. مجرد تعديل بسيط بس غير كده كمان الاب ويند دي عايز اخليها بتاع 12 ولا حاجة، تربلانس نزوده كده يعني يبقى فيها شوية لعب، نخليها 7 مثلا. مجرد والله كل القيم دي مجرد تجارب يعني، انت ما تاخدش اللي انا بعمله وتطبقه بالنص، جرب وشيل وحط وغير في الترتيب يعني اعمل اللي انت عايزه. المشكلة اللي كانت بتظهر فعلا، ده انا نسيت صحيح، ده انا نسيت ايه ده، انا عامله ادابتف. طب ايه اللي قلبها ادابتف؟ خليها نن تاني. المهم انكم عرفتوا الفكرة وعرفتوا جاية ازاي. نكمل بقى عشان ما نقعدش نطول لحسن كده يعني، ده كده الجزء الرابع اهو يعني كده العملية هتطول قوي. لو خدتوا بالكم هتلاقوها ستاتيك قوي، هتلاقوها يعني مفيش روتيشن مفيش ما بتلفش صح. طب ما نحط من هنا روتيشن، نحط من هنا روتيشن. الروتيشن ده يتم قبل كل حاجة او بعد ال بعد الويند بعد الويند. طب نجرب كده نشوف، لان كده الدنيا مش حلوة يعني. واحد يقول لي هو ايه اللي حصل، هقول لك لان الروتيشن معمول 20 درجة، لو عملناها 5 بس كفاية. طب ما نخلي البلين افكتور ده، او مش البلين افكتور، انا هشيل الروتيشن ده خالص حتى تبقى اسهل
تبقى اسهل لو رحنا لموجراف افكتور وخدنا راندوم افكتور وخدنا دول كلهم كده ورحنا على افكتورز وحطينا الراندوم افكتور. بس طبعا مش هعوزه على البوزيشن، ده انا يعني انا هاجي على الراندوم افكتور نفسه وهروح على البارامتر، انا عايز الموضوع على ال عايزه على الروتيشن، عايزه على الروتيشن تمام. وطبعا السترينجز بتاعته كافكتور، يعني لو انا عملت كده وعملت بلاي حلو انا عايز دي تمام. بس احنا عايزين دي امتى بقى؟ عايزين دي امتى؟ هنخلي الراندوم افكتور برضو الفول اوف بتاعه لينير، ونفس الحكاية 90 وناخده مع البلين بعده، يعني يبقى بعده بحاجة بكام بيكسل. بس نفس الموضوع في الفول اوف بعده بحاجة، حاجة عبيطة يعني اللي هو حاجة بسيطة جدا كده، وعايزين ده يمشي مع ده. طيب مين بالبلدي؟ بالبلدي تعالوا بس نظبط الدنيا عشان ايه، بالبلدي كده مين اللي سايق؟ مين اللي سايق؟ البلين. البلين سايق مين؟ الراندوم. طب ما لو عملت على الكوردز على البوزيشن رايت كليك وقلت له انيميشن سيت درايفر، سيت درايفر يعني ده اللي سايق اللي هيبقى دريفن تمام. هقول له سيت درايفر واروح للراندوم افكتور ليه برضه البوزيشن رايت كليك انيميشن سيت دريفن ابسولوت ريليتيف، مش هتفرق يعني احنا لو خليناها ريليتيف يبقى ده تابع لده، ابسولوت هينقله لنفس البوزيشن. تعالوا نجرب كده ونشوف. مش اللي هي ليه بقى؟ ليه بقى؟ انا عايز ده يعدي ورا ده، يعني هاخد الراندوم افكت. طب ما انا لو رحت للاكسبريسو تمام، ما انا عندي ده الرينج مابر، ده الرينج مابر طيب، وده البوزيشن بتاع الراندوم افكتور وده البوزيشن بتاع البلين افكتور تمام، وده الرينج مابر. الرينج مابر ده على فكره بيحول، يعني بيحول من قيمه لقيمه انبوت واوتبوت على فكره. وانت حتى اصلا لو شلت ده سحبته، يعني لو انا جيت عملت كده وعملت ديليت وخدت ده سحبته لده خلاص الموضوع تمام، الموضوع منتهي تمام. ابسولوت ريفرنس. طيب انا لو مؤقتا عملت ديسيبل ورحت للراندوم افكتور نفسه وسحبته لورا، يعني يبقى يعني يدخل بعد الفولوف بتاعه البلين افكتور، ورجعت لده تاني عملت له ان عملت له انيبل. طيب هو انا عمال احاول اجيبها بالطريقه السهله لكن شكلها كده مش هتيجي. طيب امرنا لله، نخش بقى للاكسبريسو. لو خدتوا بالكم ادي البلين بوزيشن وادي الراندوم بوزيشن. طيب لو احنا رحنا وشفنا احنا عايزين نمشي على ايه، احنا عايزين لو جينا عملنا كده هنلاقي انه انا كده بتحرك على
زد. تمام كده، لو عملت كده انا بتحرك على اكس، اسف بتحرك على اكس. طيب انا عايز اربط اكس الراندوم باكس البلين، صح؟ طيب هعمل ريموف او ديليت بورت واضغط على الانبوت الاول، بس اعمل رايت كليك برضو نفس الموضوع ديليت بورت، نوسع شويه كده، اضغط على الانبوت واروح لكوردينيتس بوزيشن بوزيشن واي، نفس الموضوع كوردينيتس بوزيشن اسف بوزيشن بوزيشن واي. لو خدت واي بواي تمام، وجينا عملنا كده تمام، هلاقي ان البلين هو اللي اتحرك. لكن لو انا جيت عملت رايت كليك، اسف رايت كليك ديليت بورت، اي رايت كليك ديليت بورت، رايت كليك ديليت بورت، في ضغطت كده كوردينيتس جلوبال بوزيشن واي، كده نفس الموضوع كوردينيتس جلوبال بوزيشن واي، وجينا ربطنا ده بده، جينا عملنا كده جينا شفنا، هنلاقي الاتنين هنلاقي الاتنين بيتحركوا مع بعض. لكن زي ما قلنا انا عايز اسحب ال اسحب الراندوم افكتور لورا شويه، عايز اسحبه لورا شويه. طيب رايت كليك نيو نود اكسبريسو كالكيوليت ماس. ماس دي بقى تقدر تعمل عمليه حسابيه على اي خاصيه، روتيشن بوزيشن اي حاجه تمام. فكل اللي انا هعمله ان انا هدلت بس الواير ده واخد البوزيشن للانبوت. طبعا الماث هنا لو ضغطت عليها بيقول لك الفانكشن اد ولا سبتراكت ولا مالتي بلاي ولا يعني ضرب ولا طرح ولا اسم. انا عايز اعمل سبتراكت تمام، عايز اعمل سبتراكت، وفي الداتا تايب طبعا ريل في البارامتر هحط له مثلا وليكن 500، يعني 500 بكسل يطرحه، وفي الاوتبوت اطلع البوزيشن بتاع الراندوم افكت زي ما انتم شايفين، وداها في كل حته اكس واي زد اكس واي. حتى لو انا قفلت كده تمام كده يعني راحت في كل حته. طبعا انا مش عايز الموضوع ده، انا عايز البلين يبقى واي البورت انفورميشن اوت بوت بوزيشن تايب فيكتور فاليو فيكتور. انا عايز اقول له ادي كوردينيتس بوزيشن بوزيشن واي. طبعا دي رايت كليك ديليت بورت، وهعمل دي انبوت تمام، ودي برضو رايت كليك ديليت بورت وكوردينيتس جلوبال بوزيشن global position y نفس الموضوع. اعتقد ان احنا نشتغل على زد مش على واي، معلش انا اسف معلش الاكسبريسو رخم حبتين. global position z وده global position z، هاجي على y delete port نفس الموضوع output برضه ما ظبطش ديليت بورت ديليت بورت. طب لو رحنا لكوردينيتس خدنا 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 بوزيشن بس، قلت له واي برضه نفس الموضوع كوردينيتس خدنا بوزيشن بس قلت له واي، عملت كده عملت كده، وانا اعتقد كده كده ما تأثرش بحاجه. طيب هنشيل ده معلش، هنشيل ده والراندوم افكتور هظبط مكانه تاني، هظبط مكانه تاني وليكن هنا كده، ادي البلين وادي الراندوم
هما الاتنين ورا بعض، هما الاتنين ورا بعض، كبروا برضو كده نفس الحكاية. واروح في الفول اوف، اكبر برضو السكيل بتاعه، ورايت كليك. مش ده بقى، نيجي لدي ونعمل رايت كليك انيميشن سيت درايفر والراندوم افكت رايت كليك. او مش انا بقى، انا هاجي على البوزيشن واي بس، انيميشن رايت كليك سيت دريفن. بس في حاجه، انا اولا عايز اروح على البلين افكتور تاني وعلى الواي بس سيت درايفر، ونفس الراندوم على الواي بس سيت دريفن. بالظبط كده، بالظبط كده. هشيل بقى دي وهعمل رايت كليك نيو نود اكسبريسو كالكيوليت ماث، هاخد دي اوصلها بدي واخد دي اطلعها لدي. الاول بس نطمن انه شغال، مش مشكله. ليه؟ لان الماث مش واخده حاجه. فاقول له 500 طب هو اساسا هيشده معاه؟ لا ما شدوش معاه. طيب هو اصلا حتى لما احنا عملنا كده ما مشيش. تاني رايت كليك، او مش رايت كليك، تعالى للبلين، هروح على الزد. هو انا متهيألي على فكرة ان هو لا زد ولا واي، متهيألي هو اكس. ادي انيميشن سيت درايفر وراندوم انيميشن سيت دريفن. فعلا هو كان على اكس، فعلا احنا اللي كنا غلطانين. انا معلش يا جماعه، يعني انا بسرح كتير الايام دي، فاعذروني معلش. هاخد دي احطها لدي، حتى رينج مابر اصلا مش مشكله. كده شغال تمام، فاضل بس ان انا اطرح فعلا نيو نود اكسبريسو كالكوليت ماث. هاخد دي مع دي واخد دي مع دي، واعمل الماس تبقى سبتراكت، والبارامتر يبقى مثلا وليكن 500، لا اعتقد هيبقى ازيد من 500، وليكن 800 ونشوف. طب نشوف كده لو 800 هتظبط ولا مش هتظبط، لان انا عايز الراندوم افكتور يخش بعد البلين افكتور. ميتين، نخليها 200 ونشوف. في السترينجز تاني، انا بقول فعلا انا قافل السترينجز فعلا. هنروح للماس، خليها 800 فعلا. واروح للفول اوف، هي بعيدة اساسا.
تمام. بعد كده ممكن اعمل حاجة كويسة، او ممكن اروح للراندوم نفسه واخليه تربولنس. يدي روتيشن بسيط في الاخر، تمام. وممكن كمان في الدايناميك تاج نفسه، في داينامكس ادي كاستم انيشال فيلوسيتي، ممكن اديله انجولر، يعني بحيث ان هو يبقى هو اساسا في روتيشن كده. يبقى انا هطلع الروتيشن من الديناميك تاج نفسه، بالظبط كده زي ما انتم شايفين بدأ يبقى فيه روتيشن خفيف. الفريكشن هخليه 2، تمام. والفولوف اقللها شوية بس تاني، زودها عشان ما يخرجوش قوي بره. التربيلانس اخليه وليكن 50 عشان الاقي انيميشن. السكيل ازوده، كتير 20، فيها مشاكل. كده اعتقد لو رحنا للكاميرا طبعا احنا زودنا تقريبا الرياح، يعني بعد شوية بقى تظبيطات عشان ما توهكوش معايا. انا بس زودت الانجولار فيلوستي، خليتها قيمة عالية مش اكتر، عشان اول ما يحصل التصادم تلف حوالين نفسها. وجربت اوقف الراندوم افكتور، يعني لقيت النتيجة اللي أنا عايزها من غير مشاكل. أدي بالظبط واحد بيخبط في التاني، بيخبط في التالت. هروح بس الفريكشن أخليه 5 زي ما كان، وأزود ونشوف. جميل قوي كده، حلو جدا. ادي التريلز بشكل جميل، انا بس مستني فريم يقرب ونعمل ريندر. وادي شكل الشغل بعد الريندر. هو مش محتاج حاجة، بس انا هعمل حاجة بسيطة قوي، خامة على التريلز دبل كليك،
مش عايز color، خليها luminance. فرنيل على luminance. ما اعتقدش انها كانت بيضة، وبرضه ما اعتقدش انها كانت سودة. تمام، بس خليها كده اهو عشان تبقى هالو، يعني تبقى خامة كده زي ما انت شفتوها في الايدنت بالظبط. بس هظبطها بالانفايرومنت، لو رحت على افكتس ورحت حطيت اللومس تحس بقى بتلمع كده. وخليت الانفايرومنت، انا عايز اشوف الخامة دي من قريب كده. هي دي الخامة اللي انا عايزها، فيها من هنا زي وهج، ومن النص في سبيكولرز، فاضل الريفليكشن. مش كل ده طبعا، ده انا عايز حاجة بسيطة قوي. بعد كده خد دي حطها على السويب نيربس ونعمل ريندر مرة تانية. وادي النتيجة النهائية بعد الريندر. بصراحة كان نفسي اكمل جو افتر افكت، مكناش هنعمل حاجات كتير، بس وقت الورشة طول قوي. ان شاء الله متعوضة في ورش تانية. شكرا لكم، كان معاكم مهندس احمد الرحمن رياض من جي اف اكس اكاديمي دوت نت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.